الدري سميتو مونير تاهل الفينال، غادي يلعب مع الدري ايوب تا هو تاهل الفينال. غادي ديروا دابا الدراري تيراج. لاكاس عند ايوب. كلشي اخويا توت اوبسيون. السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا الفيديو ديال واحد تورنوا، وبالضبط هذا النهائي اللي ملعوب ما بين ايوب ومونير. كيف ما شفتوا اللقطات ديالهم او ديبار، كيف ما عرفتوا ان هذا راه نهائي ملعوب. هذا النهائي على ا5، يعني شكون اللي غادي يوصل للخمسه الاول مثلا. هاد واش 5-3 5-4، اللي وصل لخمسه الطروحه رابح خمسه الطروحه هو اللي دا التورنوا. دونك ما غاديش تقدروا تعرفوا السكور شحال غادي يسالي، حتى يسالي الفيديو هذا تعرفوا شحال، يعني باش غادي تتبعوا الطرح بطرحه وغادي تشوفوا اللعب كيفاش داير وكيفاش كل واحد، وكتكون النفسيه ديالو في اللعب شكون، وكتشوف يعني انت كتحاول انت تفكر انك انت ترك لاعب دابا وفي بلاصتو شنو تقدر دير، يعني في داك لوكا هذيك اللي كيكون فيها الجوار. الور دابا بحال دابا ايوب بغى يلعب دي ميليو ما عطاتوش، مي بون باقي اللعب كيدوز لما عند مونير. مونير كيطيح تري بيان جوي، يعني غادي خصو يطيح داك لي بول كاملين ويهبط في خاطرو لتحت. هو كيهبط وحده تينقص عليه تماره لتحت. دونك فوالا لعبه زوينه كما قاش الصفره، كان غادي يزيد يهبط لي بوشون زوين هكا شويه معذب صراحه. مي غادي نشوفو كيغاطيها، مي بحسن الحظ ديالو كانت بلاصه. دونك ايوب حتى هو بالدور ديالو كي بلاصيها في الدور الفوقاني. فوالا ومونير خاصو يهبط بوشون لي ما يكون. يا سلام تزقل من انه يطيح البوشون. دونك عنده اون بوند في ميليو كيخلي داك البوشون اوكا او ما طاحتش انه يكون مسنوكي وداك الشيء اللي كان. مي ايوب عرف انه كيفاش يدوز داك الكره حتى طيح الصفره ديالو كيخرج اون فاس مع الانوار. دونك ما غاديش يضيعها، غادي يولي السكور دابا 1-0 لايوب. الور مونير كيكاسي واحد لاكاس اللي زوينه مي ما كطيح حتى شي كره. غادي يدخل على ايوب، يدخل على مساليه حتى فريمون راه مساليه تري بيان جوي. دونك كيلعب الفوق غادي يهبط لتحت، بغى يحاول انه يفتح المشكل ديالو مي دار لي في كونترير. معليش مازال دونك كيتسنوكا في هاد الاحيان مي كيعرف يسلك راسو، يعني ما كيعطيش دوكو حيت لاعبين سامبل كيف ما قلنا. دونك مونير كي اونبوشي هاديك الفوق. اي 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 هنا في ديك اللقطة اللي دار مونير حسيت بيه خرج من الماتش، يعني اي فوا زقل فاش كتزقل شي كو فحال ما هذا ساهل. هنا فين كنقول لك خاصك تدرب على النفسية ديالك، يعني فاش كتزقل كو ساهل راه عادية، دونك راه ماشي انها سهلة ديفي. دونك دابا فحال مونير شنو طرالو غير زقل هذاك الكو اللي راه ساهل صافي، يعني فهمتيني بحال اللي تدعاق بحال اللي مابقاش متحكم في راسو، يعني كيطلع ليه الدم دغيا تنيرفا. دونك هو كان جايب واحد المسار زوين، يعني الطروحه اللي كان الديفيات اللي كان لعب قبل توصل للنهائي راه تبارك الله ما شاء الله كان تري كونسونطري. ودابا غادي نشوفوا واش غادي يقدر يتغلب على المورال ديالو ولا لا،
فوالا كيتيق فراسو كيلعب هاد الكولي زوين كيخرج ليه المشكل اللي عنده الفوق كيعاود ميليوه دونك القضيه سهله غادي يلعب داك لابول الفوق تري 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 بيان جوي كيخرج اون فاس مع الميليو كان معول ان الضربه قيله في الصفراء ما فهمتش حتىش البوشون هبط بزاف غادي يبغي يلعب اون بوند في ميليو دوماج كي غاطيها كيلعب ايوب واحد الكو ديفونسيف اللي واعر صراحه يعني بسنوكي ايوب كيحرر مونير كي ما كيعطيش فوت يعني كيتوشي لانوار وايوب كيلعب هاد الكود اللي راه صعيب صراحه اللي خاصك تكون عندك واحد الثقه كبيره باش تلعب هاد الكو هذا فوالا كتخرج ليه لانوار او فاس مع الترو تري بيان جوي دونك ملي كيولي دابا سكور 2-0 لايوب لاكاس عند ايوب اللي كيطيح فيها الكره الصفراء فوالا اللي الصراحه مساليه بدون نقاش كيلعب ميليو دونك اللعب ديالو غادي يلعب دابا بولا بول تري بيان جوي كي امبوشيها غادي يحاول يلعبها مع لا بوند ضرب كوريكسيون في الحمراء ديالو مي مزيانه كت بلاصه كيدوز لما عند مونير يلا يا مونير يلا يا خويا اوب 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 حذري باب 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 كاين اخويا مونير تبارك الله عليك سير اخويا راك غادي والله كنت راح نقول راح يضيعها ضيعها ضيعها هاري ماكواير تستلزم مرة هاري اخويا مونير هاري ديرش بالك ايوب كيلعب فريبول تخي بيا جوي كيلعب فريبول اخوة اللي معاش فريبول فريبول هو انه فاش كتعطي فوت عنده الحق اما يلعب بالكورة ديالك ويطيحها وليلعب ديالك ويطيح دياله وكيبقى عنده دوكو من الفوق اما لازقل ديك الساعة كيبقى لوكو وعنده الحق انه يلعب فريبول بلانوار غير ما يطيحش بها اي فوالا 3-0 ايوب حاليا انا قلت لكم ما غاديش توقعوا عدني اي بشحال غادي يسالي 3-0 صالح ايوب مونير باقي متاخر لحد الان ب 3-0 بدون اي نقطه وخليكم في الاخر غادي تعرفوا السكور شحال غادي يسالي غادي يضركم راسكم مونير كيشعل عليها كارو يبرد الاعصاب ديالو فوالا ايوب داخل على المساليه لاحظتي فاش كتكون كونسونطري وانت تايق في راسك غادي تربح راه حتى فاش كتكاسي الكواري كيطيحوا يعني لا كاس 50% خدمتك و 50% الزهر ولا لاحظتوا معايا مونير يعني فاش كي فاش ضيع داك الكو راه خارج مره فثلاثه الطروحه خارج من اللعب حتى من لا كاس ديالو ما كيطيحش فيها حتى كاس ما طيح فيها من بعد غادي تشوفوا اللعب واش غادي يبقى مونير هكا ولا غادي يبدل من راسو صراحه كانت مساليه زوينه عند ايوب اللي كيلعب داك البولا بول كيترو بلاصه البوشون زوين هنا ما عرفتش شنو كان باغي يدير واش كان باغي يلعب باندا ولا ما عرفتش مي بون قال لك اللاعب يطيح لتحت على اليمين دونك اللي قلت لكم يعني فاش كتضيع صافي دونك يولي سكور 4-0 ايوب خاصو طرح واحد ويفوز في النهائي ومونير خاصو شي ريمونتادا تاريخيه فوالا لاكاس زوينه اللي كتبان مساليه عنده مشكل واحد هو داك لانوار يعني غادي يدخل على لي غوج حيت اصلا طيح حمراء عنده مشكل هو ديال لانوار خصو يخرجها ماشي الاخر كلشي طايح وحنا غادي نشوفو شنو غادي يطرا في هاد لا بارتي تخرج زويله تخرج له كل ميليو
هنا هذا الكواد عجبني صراحه اللي غادي يلعب باندا وميم طون غادي يخرج بوشو زوين للميليو عاوتاني. راه اللي كيقول راسو واعر ما كرهتوش يجي شارك حتى هو في تورنوا، يعني كيكون داكشي اجواء حماسيه غادي يعجبو الحال، تكون ناشط ضاحك مزك وكل شيء. كاع الظروف متوفره، لومبيونس كاينه. هنا كيغطي ايوب داك لانوار وغادي نشوفوا واحد الكواعر من عند منير. نخليكم مع هاد اللقطه. اخوان هنا منير كيكاس واحد لاكاس اللي غادي تشوفوها واعره تبارك الله، كيطيح فيها ثلاثه ديال لي بول، جوج صفرين وواحدة حمراء، كيدخل على الصفر يعني هو الكولور اللي عنده اصلا، ماشي بحال السوبريم يعني كيبقى عندك لو شوا، اما في السامبل صافي كتفاليد الماكسيموم ديال لي بول اللي طاحوا. مثلا طيحتي ثلاثه ديال الصفرين وجوج حمرين راه عندك صفر. هكا غدا القضيه. دونك كيضيع منير وكيلعب ايوب واحد كل زوين، انا كيتسحب ليا يلعب باندا مي تري بيان جوي، كيبلاصي لا بول ديالو. دونك هنا اي 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 اي, اي. وكانه انتحر. عنده دوكو ايوب، وايوب ماشي من داك النوع ديال اللي كتعطيه دوكو تيتهور في شي كو زعما كيقول ها لي نسبح في كو ضاع بشي مشكل، لا كل كو كيعطي حقه. وهكا الطريقه خدامه زوينه، فوالا تفكر بخاطرو وبشويه عليه تري بيان جوي، كيخرج هذاك اللي لاصق على لانوار المشكل اللي عنده. هنا نورمالمون كان عليه يلعب لافي من تحت على اليسر، تقدر تفتح له داك الحمراء اللي مسدوده حدا الصفر، مي حتى هو عنده فكره اخرى كله كيفاش كيفكر وكتقدر تعطي النتيجه مزيانه. فوالا غادي يلعب لونفو، غادي تخرج ليه تخرج اونفاس مع الحمراء اللي كان على شويه، كان غادي يطيح البوشون في ميليو. دونك باقي عنده دوكو كيف ما قلنا، غادي يحاول يبلاصي دابا، ما كيتوفقش في هذا الكو اللي كيصعب عليه، مي بون غادي يخليها مبلاصيه غادي توشي غادي ديفونسي. هنا هاد اللقطه غادي تضحكني ديال منير اللي غادي ياخذ الوقت ديالو، ولكن هاش كنقول لكم فاش كتاخذ وقتك في لاطابل وكدير واحد لا ليكتور مزيانه راه كتعطيك نتيجه، راكم اكيد غادي تعطيك نتيجه. شوفوا شحال ديال الوقت راني مسرع فوادو، راني مسرع فوادو هاد لا فيديو اللي دار منير دابا غير باش نعطيكم من هضرت. علاش راك ديجا درت لكم لي بوبليكاسيون في فيسبوك وكنت كناخذ الاراء ديالكم شنو الديفو ديالك شنو هذا، وكنحاول دابا درت فيديو كنحاول نعالج لكم داك المشاكل اللي عندكم غير بحال هكا. من بعد غادي يداروا فيديوهات ان شاء الله اللي غادي يكونوا كيساعدوا في هذا الشيء. هذا مع الوقت، مع الوقت كيجي كل شيء. الحاجه الوحيده اللي كاسيست عليها هو التفاعل ديالكم، راه كل ما تفاعلتوا كل ما عطيتونا الحب والاحترام والتقدير ديال هادشي اللي كنديروا
كتزيد الخدمه وما كيكونش العيا. اما فاش كديرها تماره كامله وفي الاخر ما كتلقاش حتى اللي كيقول لك شكرا ولا تبارك الله عليك ولا هذا، راه فحال اللي كتحطم. وحنا المغاربه اللي معروف علينا هو انه كنعاونوا بعضياتنا. ونسيت ما قلت لكم باللي راه غدا تكون واحد الجيف واي في الفيديو الجاي، غادي تعرفوها ان شاء الله. وايوب بهذا الكو هذا غادي يربح هاد لابارتي بسكور ديال 5-1 وغادي يفوز بهذا التورنوا. فيليسيتاسيون خويا مونير، حد اوفر ان شاء الله المره المقبله، وحاول تحضر التركيز ديالك. نخليكم مع هاد اللقطه. مبروك اخويا ايوب، تبارك الله عليك، الله يحفظك. كاين اخويا مونير، قصرتي مزيان اخويا، بون شونس ان شاء الله، تبارك الله عليك. فين هو الكاس ديالنا؟ الكاس ايوب، الكاس ديالك اخويا، تبارك الله عليك. الحلوه الحلوه واش السيد ما يتصور الكاس؟